تماس على طول من محمد ميدو. أي طبعا المهاجم الخطير الانغولي ايدلسون، مهاجم خطير، لمسه بعرقله وضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح اسوان، انطلاق عن طريه في مهاره فرديه ثم سقوط بعرقله موجوده، وحكم اللقاء امين عمر يديها مشاهدينا ركله جزاء. هذه اللمسه وهذه المهاره العاليه بقدم عماد فتحي، وعلى طول عرقله موجوده بقدم اللاعب المحوري وهو سيرجي اكب، وحكم اللقاء قريب اللعبه يديها على طول ركله جزاء لصالح نادي اسوان في الدقيقه 17 من الزمن الشوط الاول. الركله رقم 99 في الدوري المصري في هذا الموسم، والركلة تعتبر الخمسة لأسوان في الموسم الحالي. ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح زهرة الجنوب اللي أصبح الآن يا سادة على مقربة من تسجيل الهدف الأول، هدف التقدم في المباراة. هذه الهدف محمد حمدي زكي، وهذه الإيفواري سيرجي أكا. محمد حمدي زكي اللي سجل في الدوري 11 هدف في 26 مباراة، ومحمد حمدي زكي مشاهدينا سجل منهم هدف وحيد من ركله جزاء. ومحمد حمدي يعتبر حاليا هو ثاني هداف في الدوري المصري في الموسم الحالي. محمد حمدي زكي والحارس احمد عادل عبد المنعم، احمد عادل ومحمد حمدي زكي، وحكم اللقاء امين عمر، وركله جزاء لصالح اسوان. محمد حمدي وحطها جميله، جول جوه جول، الهدف الاول، هدف التقدم لزهره الجنوب لتماسيح النيل نادي اسوان، يتقدم الان على الدرويش على الاسماعيلي هنا في عقر داره بهدف اول في المباراه بركله جزاء بقدم محمد حمدي زكي. ده في الدقيقه 18 من الزمن الشوط الاول، والهدف يعتبر رقم 12 لمحمد حمدي في الدوري المصري في هذا الموسم. جماهير اسوان العظيمه، جماهير اسوان المحبه والعاشقه لتماسيح النيل، وهدف وحطها جميلة جدا محمد حمدي، حطها حلوة على اليمين، واحمد عادل راح على الشمال عشان فريق اسوان بدري بدري في الدقيقة 17 يتقدم اعزائي المشاهدين بهدف اول بركلة الجزاء من عمر اللقاء. واحد لا شيء، الاسماعيلي على ارضه متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء. جماهير الاسماعيلي لاحمد مدبولي، استلام درامي مدبولي، باصة بينية منتهى الخطورة يا أنور، لما كورته حلوة عدى حلو أنور مع عرضية خطيرة والراسي والهدف، جول جول، التعادل التعادل، الدراويش يعود ويسجل هدف التعادل براسية ذهبية للهدف الكبير محمد الشيمي. الإسماعيلي يا سادة يعود للمباراة ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من أسيست ومن عرضية ساحرة بقدم اللاعب يا أنور، وعلى طول الجماهير، الجماهير والأهات والتشجيع الكبير من عشاق ومحبي الصمبة، من عشاق ومحبي الدراويش. هذه العادة مرة تانية، هذه مدبولي، وهذه البصة البنية، وهذه التحرك والمهارة واللمة والعرضية الساحرة بقدم يا أنور، والراسية المتميزة الذهبية لمحمد الشامي عشان الإسماعيلي يا سادة يعود المباراة ويسجل هدف التعادل والهدف التاسع لمحمد الشامي مع الدراويش في الدوري المصري في هذا الموسم. واحد الاسماعيلي، واحد نادي اسوان، والعطار والعطار هنا في اسماعيلية، والعطار هنا في اداء الكبيرين الاسماعيلي باسمه وقوم